يوهمونهم بمعان من الراحة أو الكسل أو الركون إلى التراخي والتأخر، ويظنون أن بذلك يحصل تحقيق المرادات. وكما سمعتم هذا الوهم يقوى خصوصا في شؤون الأديان، أو قل في شؤون العلاقة مع الرحمن جل جلاله. أما علاقتهم مع الدينار والدرهم لابد تتعب، لابد تبذل، لابد تلتزم، لابد تسافر. أما من أجل دي من أجله ليش تسافر؟ ليش تتعب؟ عجب، ما هذا الوهم؟ ما هذا الظن؟ ما هذه الخبالة العقلية؟ خبالة عقلية، خبل في العقل، ربما يسمى تقدم متطور. تقدم متطور إلى الخبالة، صحيح تقدم بس في الخبالة وفي الجهالة، ما هو في الفضيلة ولا في الإنسانية ولا في الكرامة ولا في الشرف. تقدم متطور إلى الرذالة، إلى الجهالة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعيش فيه أكثر الناس. ومع ذلك كله فيلهث من يلهث منهم وراء شهوات نفسه لينال ما يظن ويتوهم من الراحة، فربما تعب ونصب هنا من أجلها، ثم ورد عليها وقضى نهمته فيها وشهوته ولم يحصل ما أراد. خوأ في باطنه، عدم استقرار في ضميره، يشعر بنقصان، يشعر بفوات شيء، يرمي بنفسه مرة ثانية وراء الترهات والبطالات، والنقصان يزداد والخوى يزداد، ثالث مرة ورابع مرة، وخرج ولا ذاق لذة الدنيا ولا له لذة في الآخرة والعياذ بالله تعالى. وحسب عليه هذه اللذات التي ما سدت فراغه محسوبة عليه، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هلا تروح ما عاد لك الآن أدنى لذة وأدنى راحة. هذيك الحسية المؤقتة القصيرة التي أفقدتك الأمر الكبير محسوبة عليك، وهي ليست بشيء. هذا زادهم وهذا ما عندهم، وكم يعيش الناس في هذا. ولكن المبدأ عند كل فطن، كل عاقل، كل لبيب، من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، مبدأ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذه مبادئ العقل، مبادئ الحكمة، مبادئ الحق، مبادئ الحقيقة، مبادئ الواقع، مبادئ المآل والمآب والمصير، هي نفسها، هي نفسها هذه المبادئ. فيا ما ألذ المجاهدة والتعب في الحق وسبيل الحق، ويا ما أعجب ذلك،